سميتي حمزة، عمر ديالي 21 سنة، السكنة ديالي في حي الشعبي في كازابلانكا. الحلم ديالي هو يمشي لأوروبا. بزاف الحوايج شفتهم عمرهم بغيت نساو. راكبين في الزودياك، واحد الزودياك جاي حدانا فاشي 73 واحد ولا 75 واحد، تقلبات قدامنا بين عينينا دي عمرها غتنسها ليا. أنا سميتي عبد الرحيم، العمر ديالي 21 سنة، كنت كنحلم باش نمشي لأوروبا ومشيت، ولكن ما قدرتش نوصل لهذاك الحلم اللي بغيت نوصل ليه. في المغرب صعيب باش تضمن مستقبل الكويت. اللي كيمشي ليها أمن التصاور ديالو فيديوهات والعيشة اللي كاين مبدلة بزاف، كتولي تفكر أن أوروبا أحسن من المغرب بزاف ديال المرات. شفت شي حوايج بتنا في الغابة، بقينا 3 أيام والبرد وما كاينش لا يعقل عليك، تتبغيها تهرب ما تقدرش، الفرادة بين إيدين مافيا. ملي كتوصل كتبان لك الرايه ديال اليونان كتفرح، كتقول صافي وصلت، انا غنمشي صافي وصلت لذاك الشيء اللي بغيت، وصلت لذاك الشيء. شي واحد كيقول لك لا في جزيره خاصك تاخذ خرطيه، وكيعيقوا بنادم ما تقدرش تكذب عليهم تقول لهم انا سوري ولا انا افغانستاني، ما تقدرش تقول لهم والو، يعرفوك مغربي من وجه، الا حس انك كذبتي عليهم حبس. انا فوا كنمشي لشي بحر كنتفكر الزود يعني. أنا الحلم ديالي ما نكذبش عليك، ما كرهتش أنا نبقى في المغرب وندير شي حاجة في بلادي، وحدة والدي وحدة الناس اللي عزازين عليا. الحلم ديالي أنا هو أوروبا، ولكن بهاد الطريقة ديال الحريق ما نمشيش بها. إذا كان شي مارياج بلون ولا شي حاجة نمشي بها، شي ورقة شي فيزا غادي نمشي.